بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهاردة الدرس الجهاز الهضمي للصف الرابع الابتدائي. في الدرس ده احنا هنتعرف مع بعض على الجهاز الهضمي، احد اهم الاجهزة في جسمك. طب الاول كده مع بعض لازم نعرف تتميز الكائنات الحية بصفات مشتركة، وهي ايه الصفات المشتركة بين الكائنات الحية؟ عندي التغذية، النمو، الحركة، النقل، التنفس، التكاثر. كل دي خصائص بتميز بيها الكائنات الحية. طيب يتكون جسم الكائن الحي من مجموعة من الأجهزة يمكن توضيحها من خلال دراسة بعض الأجهزة في جسم الإنسان. احنا السنة دي هندرس مع بعض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. السنة الجاية إن شاء الله في سنة خمسة هندرسه مع بعض الجهاز اللي إيه؟ الإخراجي والجهاز الدوري وهكذا. طيب احنا هنبدأ السنة دي في سنة رابعة بالجهاز الهضمي مع بعض كده ونشوفه بيتكون من ايه وهنعرف كل حاجة عنه. بس الاول كده تعالى نتكلم على الاجهزة الباقية اللي هو بص كده صورة الجهاز الهضمي معايا، وعندي صورة الجهاز الدوري زي القلب او اهم عضو في الجهاز الدوري اللي هو القلب. الجهاز التنفسي هناخده برضو بالتفصيل. عندي الجهاز البولي اللي هو الكليتين، الجهاز العصبي طبعا المخ. يبقى انا ممكن خلي بالك اجي اسالك القلب ده تبع الجهاز الايه او عضو من اعضاء الجهاز الايه؟ الجهاز الدوري. تمام. طيب عندي الجهاز الهضمي ايه اهميته او ايه وظيفته؟ ده لهضم الطعام وامتصاصه. طب الجهاز التنفسي لاجراء عمليه التنفس لانطلاق الطاقه. طب الجهاز البولي لتخليص الجسم من المواد الضاره. يبقى ركز كده معايا أهمية كل جهاز من الثلاث أجهزة دول. طيب عندنا أجهزة ثانية زي ما احنا أخدنا شفنا في الصورة. طيب تعالى كده نشوفه. مثلا عندي الجهاز زي الجهاز الدوري لتوزيع الطعام المهضوم، الطعام بعد ما يتهضم في الجهاز الهضمي، وغاز الأكسجين اللي هو بياخده من الجهاز التنفسي. طيب الجهاز الدوري وظيفته بياخد الغذاء أو الطعام المهضوم ده والأكسجين ويوزعهم على جميع خلايا الجسم، ونعرف بالتفصيل دور الجهاز الدوري سنة خمسة. طب الجهاز العصبي حواس بقى عامة، الإحساس، الرؤية، السمع، الشم، التذوق، جميع الحواس اللي عندي. طيب أثناء مرور الطعام في الجهاز الهضمي بتحول من صورة معقدة لصورة بسيطة. ليه؟ عشان الإنسان يقدر يستفيد منها من خلال عملية تسمى عملية الهضم. أكيد طبعا ده في الجهاز الهضمي زي ما احنا سائلين اهو. يبقى الطعام في صورته المعقدة دي الجسم بيستفدش منها، فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الجهاز الهضمي. تمام. بيحول الطعام ده من صورة معقدة لصورة بسيطة عشان يستفيد منها ايه؟ جسم الانسان. طيب يبقى احنا كده مع بعض عندنا بقى مفهوم جديد او تعريف جديد، حاجة اسمها عملية الهضم. عملية الهضم دي عملية بتحول الغذاء من صورة معقدة الى صورة بسيطة. طب لو قال لي علل اقول له ليستفيد منها جسم الايه؟ الانسان. يبقى خلي بالك ممكن تجي لي كده مصطلح علمي، عملية تحول الغذاء من صورة معقدة لصورة بسيطة، دي عملية ايه؟ عملية الايه؟ الهضم. تمام. ايه الجهاز اللي بيقوم عملية الهضم؟ طبعا ما فيش اسهل من كده، الجهاز الايه؟ الهضمي. طيب هناخده بقى مع بعض بالتفصيل. الجهاز الهضمي بيتكون من ايه ووظيفة كل عضو من اعضاء الجهاز الهضمي ده ايه هي؟ طيب يتكون الجهاز الهضمي من ايه؟ بص كده ركز معايا كويس جدا. بيتكون من جزئين اساسيين، القناة الهضمية، ودي قناة بتبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشرجة وفتحة الاست زي ما هناخده كمان شوية. تمام. وطولها من 9 إلى 10 أمتار. وعندي ايه كمان؟ ده كده القناة الهضمية كجزء. عندي كمان ملحقات القناة الهضمية. ليه سميناها ملحقات القناة الهضمية؟ هي مش منتمية للقناة الهضمية، هي بتضيف لها حاجات او ملحقة عليها بتساعد القناة الهضمية دي في عملية الهضم، زي الغدد، زي الغدد اللعابية، زي غدد الكبد، زي غدد البنكرياس. تمام. هناخده بالتفصيل الكلام ده. طب بص كده معايا، انا مدي لك صورة مع بعض ملحقات القناة الهضمية اهي. بص كده رقم ا اللي هي الغدد اللعابيه، ودي بتبقى موجوده في الفم. عندي رقم ب الكبد، ودي موجوده بص جنب المعده. عندي بنكرياس، دي كده اسمها ملحقات القناه الهضميه اللي هم الثلاث غدد دي. طب القناه الهضميه بقى تبدا اهو برقم 1 الفم، وبتنتهي بص في رقم 8 فتحه الشرج او بسميها فتحه الاست.
طب تعالى ناخدهم بالترتيب كده، بالترتيب من فتحه الفم او من البدايه، الفم وراء البلعوم، المريء، المعده، الامعاء الدقيقه، الامعاء الغليظه، المستقيم، فتحه الشرج او الاست. بنفس الترتيب ده كده بالظبط، الطعام بيبدا من الفم ويمر بكل حاجه في القناه الهضميه، عشان كده سميناها قناه هضميه. انما بص الملحقات هي مضافه ليها، يعني الحقت بها عشان تساعد في عمليه الهضم. يبقى ميز كويس جدا ما بين القناه الهضميه وملحقات القناه الهضميه. ده سؤال ممكن اقول لك ملحقات القناه الهضميه هي ايه وايه وايه، او القناه الهضميه بتبدا بمين وبتنتهي بمين، تمام؟ او ممكن اقول لك صح وغلط الكبد يعتبر من القناه الهضميه ولا من ملحقات القناه الهضميه، تمام؟ يبقى ركز في الجزء ده كويس جدا واحفظهم بالترتيب. طب هناخد بقى كل جزء في القناة الهضمية بالتفصيل. بص كده معايا، الفم اولا، الفم، اللسان. ايه وظيفة اللسان؟ او اللسان ده عبارة عن ايه؟ ده عضو الكلام، حيث يحول الصوت الناتج من الحنجرة الكلام مفهوم. الصوت خلي بالك في الجزء ده، الصوت بيطلع من الحنجرة بس بيطلع غير مفهوم، تمام؟ مين اللي بيحوله بقى الصوت اللي غير مفهوم ده الكلام مفهوم؟ اللسان. مش بس كده، ده بيعمل على تقليب الطعام داخل الفم وخلطه باللعاب، وبيعمل على تذوق الطعام. مش احنا اخدنا في الجهاز العصبي ان في حاسه التذوق؟ مين اللي بيودي بقى للمخ التذوق؟ اللسان، هو اللي بيعرف الطعم والمخ بيترجم الكلام ده كله زي ما هنعرف بالتفصيل في سنه 6. طيب بص كده معايا تاني حاجه، الاسنان. يبقى خلي بالك الفم كان فيه اللسان والاسنان. الاسنان بتنقسم لاسنان لبنيه، ودي بتبقى في مرحله الطفوله وعددها 20 سن، 10 في كل فك، 4 قواطع و2 ناب و4 دروس. ربنا خلق لي قواطع وانياب ودروس ليه؟ قواطع لقطع الطعام، الانياب لتمزيق الطعام، والدروس لطحن الطعام. طب في مرحله بقى بعد البلوغ او الانسان البالغ، دي اسمها الاسنان الدائمه، بعد 12 سنه وعددها 32 سنه، 16 في كل فك، 4 قواطع، 2 ناب، و10 دروس. طيب عندي رقم 3، الغدد اللعابيه، اللعابيه تفرز سائل يسمي او يسمى باللعاب، يعمل على هضم النشويات. يبقى الغدد اللعابيه بتفرز سائل اسمه ايه؟ اللعاب. طب ايه هو اللعاب ده؟ ده سائل بيحتوي على مواد هاضمه تسمى ايه؟ انزيمات. تعمل الانزيمات دي او اللعاب ده بيعمل على هضم النشويات. طيب بيحولها لمواد ابسط منها اللي هي مين؟ السكريات. طيب عددها قد ايه في جسمي او في الفم عامه بقى للدقه؟ عددها 3 ازواج، زوج تحت اللسان، زوج تحت الفك السفلي، زوج تحت الاذنين اسمهم النكافيتين. خد بالك من النكافيتين ده، لان في مرض فيروسي اسمه النكاف يؤدي الى تورمهم. طيب عندي بعد كده البلعوم، هو تجويف مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. خلي بالك ممكن اقول لك برده تجويف مشترك بين الجهاز الهضمي، ممكن احط مكانه المريء، والجهاز التنفسي ممكن احط ايه؟ القصبه الهوائيه. او ممكن اقول لك هو تجويف مشترك للايه؟ للهواء والايه؟ والطعام. طب عندي المريء ده انبوبه عضليه، عضليه يعني بتقدر تفتح وتقفل، تصل بين البلعوم والمعده، كل وظيفته اللي هو بيوصل الطعام من البلعوم لغايه مين؟ المعده. طيب ناخده الجزء اللي وراه بعد كده اللي هو مين؟ المعده. المعده ده كيس عضلي يصل بين المريء والامعاء الدقيقه. يبقى المعده عباره عن كيس عضلي. طب خلي بالك بقى ايه وظيفه المعده؟ وظيفه المعده مهمة جدا، دي بتفرز العصارة المعدية الهاضمة. طب العصارة المعدية دي بتعمل ليه؟ على ايه؟ على هضم الموارد البروتينية دي هضما غير كامل. يبقى خلي بالك السؤال ده مهم جدا، ايه يقول لك يتم هضم البروتينات؟ هضم غير كامل فين؟ في المعدة. طيب تنتقل او بتعمل على انتقال الطعام بعد كده ايه؟ من المعدة للأمعاء الدقيقة، بس بتحوله لمادة شبه ايه؟ سائلة. يبقى هي بتودي الطعام للأمعاء الدقيقة في صورة شبه سائلة بعد عدة ساعات طبعا. طب الأمعاء الدقيقة دي أنبوبة عضلية رفيعة طولها حوالي تقريبا 7 أمتار، بتلتف داخل تجويف الإيه؟ البطن. تنقسم لجزئين، ركز معايا كده، تتكون من كام جزء؟ جزئين أساسيين، الإثنى عشر واللفائفي. هناخده كل واحد برضو دلوقتي بالتفصيل. الإثنى عشر ده الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وتصب فيه كام عصارة؟ عصارتين، العصارة الصفراوية واللي بيفرزها الكبد. خلي بالك العصارة الصفراوية بيفرزها الكبد ومسؤول عن هضم الدهون، والعصارة البنكرياسية اللي بيفرزها البنكرياس، بنكرياسية بنكرياس، بتساعد في هضم الغذاء. طب اللفائفي وده الجزء الثاني،
بتصب فيه العصارة المعوية، أمعاء معوية، وفي بقى بيتم هضم الطعام هضم كامل. فأنا لو جيت سألتك يتم هضم الطعام هضم كامل أو البروتينات على سبيل المثال هضم كامل فين؟ يبقى في الأمعاء الدقيقة مش المعدة، المعدة غير كامل. وحاجة تانية في اللفائف امتصاص الغذاء المهضوم. طب إيه الامتصاص ده؟ قالك الامتصاص ده عملية انتقال غذاء من الأمعاء بقى بعد ما تهضم في الأمعاء هياخدوا الدم عن طريق حاجة اسمها الإيه؟ الخملات. الخملات دي بتبقى في جدار اللفائف. تمام؟ طب عندي آخر جزء معايا اللي هو الأمعاء الغليظة في القناة الهضمية. الأمعاء الغليظة أنبوبة عضلية واسعة تبدأ من نهاية الأمعاء الدقيقة وتنتهي بفتحة الشرج أو فتحة الإيه؟ الإست. يبقى الأمعاء الغليظة دي وظيفتها إيه؟ امتصاص الماء من الفضلات. خلي بالك مش الامتصاص، الامتصاص هنا الأمعاء الدقيقة والدقة اللفائفي. طب هنا بتمتص الماء بس زائد من الفضلات، دي حاجة. الحاجة التانية طرد الفضلات خارج الإيه؟ الجسم في صورة براز. يبقى الأمعاء الغليظة وظيفتها حاجتين، امتصاص الماء من الفضلات وطرد الفضلات خارج الجسم. عندي ملحقات القناة الهضمية. ملحقات القناة الهضمية خلي بالك معايا الغدد اللعابية زي ما اتفقنا، دي بتفرز اللعاب اللي بيهضم الايه؟ النشويات وحولها لسكريات. عندي الكبد اللي بيفرز العصارة الايه؟ الصفراوية اللي بتهضم مين؟ الدهون. طب بتحولها لايه؟ بتحولها لمستحلب دهني. عندي البنكرياس ده بيفرز العصارة البنكرياسية اللي بتساعد في هضم الطعام عامة. أهم حاجة وآخر بقى حاجة معانا المحافظة على صحة الجهاز الهضمي. عندي حاجات كتير جدا بحافظ بيها على صحة جهازي الهضمي، أهمها مضغ الطعام جيدا عشان يسهل البلع والهضم، ممارسة الرياضة طبعا بانتظام، والابتعاد عن التدخين. وركز معايا على ممارسة الرياضة بانتظام وابتعاد التدخين. طيب عندي بقى حاجات مهمة جدا زي الامتناع من الشراء من البيعة الجائلين اللي هم بيبقوا ماشيين في الشارع بيبيعوا الغذاء ده. طيب عدم الإفراط في تناول الأطعمة المحتوية على الدهون زي الوجبات السريعة اللي بتبقى برضو في الشارع.